مشاهدي الأحبة، حول هذا تقرير الدكتور رشا رحيم، منسقة برنامج التدريب النوعي في مركز التمييز ومستشارة الأمن القومي. صباح الخير وشرفتينا في برنامج صباح الخير يا عراق. اليوم كنا نتحدث عن كثير من التفاصيل حول هذا الموضوع. صباح الخير أهلا وسهلا بكم. طبعا أشكر دعوتكم لنا المستشارية وأهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا بكم. أعلنت التربية تدريب 100 طالب قائد لتنفيذ حملة وطنية تعنى بالصحة النفسية في المدارس والإسعاف والإرشاد النفسي بالتعاون مع رئاسة الوزراء. حدثينا عن هذه الفكرة وشلون المدارس أنه تقدر تستفاد من هاي الخبرات اللي موجودة. تفضلي. بالبداية أقول أنه هذه الخطوة هي خطوة غير مسبوقة نهائيا. اشتغلت عليها رئاسة الوزراء وطبعا مشكور مستشار الأمن القومي وبرعاية خاصة منه وبإشراف مباشر من معالي مستشار الأمن القومي ومن السيد مستشار الشؤون الاستراتيجية. الفكرة انطلقت من واقع ومأساة وعدم الاهتمام بالصحة النفسية ولا الإرشاد التربوي في التربية ومخرجاته طبعا اللي نشوفها بالمجتمع. طبعا البرنامج تم بالتعاون المباشر من وزارة التربية وأيضا والتنسيق معهم، وكانوا حاضرين الوكيل الإداري الوزير التربية ومدير تطوير المناهج وتطوير المؤسسي. فأعتقد التعاون هذا أنتج خطة ونعتبرها إحنا بداية الشروع بهذا البرنامج اللي هو تدريب هذول المئة، وهذول المئة راح يدربون مديرياتهم الكثير من المرشدين التربويين، وبالتالي راح يلامسون ويحفزون الطلاب بالمدارس. تراشي، خلينا نروح إلى موضوع آخر. شنو الأسباب اللي دعت إلى اهتمام بهذا الموضوع؟ يعني مثلا أكو شكاوى وصلت أو حالات مهمة تخص الصحة النفسية وأنتوا لقيتوا الاهتمام بهذا الموضوع؟ هي مو صراحة هي مو شكاوى، لأنما واقع المجتمع ومفرزاته هو انعكاس لمستوى المدارس. نعم. على شنو ما أعرف ما تتفقين وياي على شنو بنيتوا هذا الأساس إنه هو الواقع؟ هذا الواقع لو سمحتي لي. هذا الواقع موجود هو من زمان. ليش إحنا الآن اللي سلطنا الضوء عليه؟ يعني أعتقد إحنا محتاجين إنه اللي هو موجود من زمان، ما تعتقدين إنه محتاجين نغير؟ أي طبعًا نحتاج تغيير. احتياج التغيير هذا إنه لأنه لازم نعنى بالصحة النفسية ونهتم بالطالب، نهتم ببناء شخصيته، نعالج المشاكل النفسية اللي يعاني من عدها. بالتالي وين راح تنعكس؟ راح تنعكس بدراسته الجامعية، وبالتالي بالمجتمع لما يتخرج حتى يكون فرد سوي قادر على التعامل بصحة نفسية وثقة كاملة لمعالجة مشاكله المختلفة من الضغط النفسي، من الإحباط، من القلق. لأن إحنا شعارنا هسه، إحنا قد سألتيني سؤال أقول لك إياها، إحنا بالمدرسة والوزارة التعليم وزارة التربية هي وزارة التربية والتعليم. فإذا أول شيء أنت لازم تربين، وبعدين شو تسوين؟ تعلمين، تنطين معرفة. زين، لما التربية، هل إحنا الطالب نعلمه شلون يتعامل مع القلق؟ هل نعلمه شلون يتعامل مع الإحباط؟ هل نعلمه شلون يتعامل مع الضغوط النفسية؟ هل نعلمه شلون يتعامل مع من يدخل السادس والبانيكا والرعب والهلع اللي يدخل به؟ هذا اللي ما تعتقدين انه مبادرة هذه احتياجات دكتورتنا العزيزة عليها. انه هي مبادرة جيدة اي وفكرة جيدة، لكن هناك مواضيع كثر بموضوع اخر اللي هو من ضمنها انه اليوم الاساتذة اللي موجودين، اختلاف المناهج بين طبعة واخرى يسبب مشاكل لدى الاساتذة والتلاميذ ومشاكل اخرى كثيرة. لكن هذا الموضوع والمشروع مهم جدا. اليوم احنا بما انه نفكر باولادنا واطلقتم هذا المشروع، سوف يكون ببغداد وكل المحافظات، لان اليوم احنا تقريبا 100 قائد، يمكن اذا نخليها بس للرصافه ما اعتقد تكفي.
زين، فاحنا عندنا محافظات العراق كثيره، شلون راح نقدر انه هذا ال100 قائد يتوزع على كل المدارس العراقيه؟ المشروع ضم كل مديريات التربيه في كل المحافظات. جيد. غطينا حوالي 18 الى 20 مديريه. سوينا دورتين، من كل مديريه اختارينا 5 مشرفين ومرشدين تربويين. هذول يمثلون شنو؟ قادة الإرشاد التربوي في المديرية مالتهم. وهم معنيين، إحنا نقول هم ذولا قادة الارتباط بين مشروعنا وبين المدارس مالتهم، لأن هم راح يكونون مسؤولين عن تدريب ومتابعة تدريب ومتابعة والحرص على أنه الإرشاد التربوي الصحيح للطالب في داخل مدرسته. إن شاء الله نأمل أنه الشغل يكون على نفس وفق ما إحنا خططنا إليه. نعم. طيب خلينا نتحدث عن المئة قائد، هل هم من لجان حقوق الإنسان أم هم من الإرشاد التربوي أم من الصحة النفسية؟ الأشخاص اللي رشحوا لقادة الإرشاد التربوي اللي وصلنا للمستشارية هم مشرفين تربويين ومرشدين تربويين أيضا. قلت لك مثل ما قلت لكم كل 5 أشخاص من كل مديرية. نعم. حلو. فعفوا بس خلت أكمل. هذول هم نفسهم يعني أنا ما أقول لك يعني اللي رشحهم وزارة التربية. طيب. بس اعتقد انه هم اكو تقاطع بينهم وبين اللجان الحقوق الانسان اللي هم لان هم يخصون نفس المبدا او نفس الكونسبت والمفهوم. نعم. مال انه حقي بالانسان، حقي بالحياه، حقي بالعلاج الصحي، حقي بالراحه النفسيه والعلاج النفسي. خلينا نتحدث عن ال100 قائد شوي، نحصر الموضوع عنهم. شلون كان تفاعلهم؟ شلون كان تفاعلهم بهذه الدورة؟ صراحة أني دربنا أول وجبة، وبعد أسبوع دربنا الوجبة الثانية من كافة المحافظات، من الموصل، من كركوك، من البصرة، من ديالى، كافة حتى من بغداد، الرصافة الأولى والثانية والثالثة. أني بصورة عامة بالحياة أقول أكو 3 أنواع من الأشخاص. أكو الشخص اللي هو السلبي، هو الطاب، ما عنده، هاي نسبة قليلة. نعم. مو بس موجودين، ما نقدر ننكرهم، مو صحيح نكرهم. ولا أقدر أقول لا كلهم بيرفكت، كلهم 100%. وأكو الشخص اللي هو دا يشتغل على مبادئ هذه قبل لا نبدي بالمشروع، تجي هو تلقاه عنده مهتم وعنده برنامج وعنده تدريب. وشفنا قصص يعني أنا فخورة بيها، كنت أسجلها وأرسلها سيادة المستشار، لأنه أنا فخورة بأنه أكون نماذج إيجابية تشتغل. وكو الناس اللي هم يحبون يشتغلون بس ما يحتاجون شنو اللي هم يقول بالبفر بليس، اللي هم لا هم إيجابيين ولا هم سلبيين. فأعتقد البرنامج هذا شنو سوالهم دفعة إيجابية حتى يكونون ضمن الإطار الإيجابي للتفعيل. وأعتقد هم محتاجين بس دعم والإرشاد التربوي موجودين كفؤين بشهادات، وبس محتاجين دعم وتوفير مستلزمات والبنى الأساسية حتى يشتغلون. طيب. من ضمنها مثلا غرفة، لأن هو المرشد النفسي أو المرشد التربوي يريد يقعد ويا المسترشد يحكي وياه، فمو معقول أنه يقعد غرفة الاجتماع أو الراحة مال المعلمين كلها، محتاج غرفة، محتاج السجلات مالته تكون في مكان آمن برايفت، لأن هو يحكي هيستوري. طيب. مع المريض. دكتور الكلام اللي تحدثت به يعني جميل جدا، ونتمنى انه يكون بارض الواقع، لكن احنا واقعنا اليوم احنا بصراحه احنا ايجابيين. أي. بس احنا لازم نكون واقعيين اكثر بنفس الوقت، يعني احنا واقعنا يحتم علينا انه نطرح المواضيع بصوره حقيقيه. يعني المدارس اليوم كل مدرسه يمكن كل صف ب 40 طالب. صحيح. زين، هم لو عندهم هاي الغرفه الفارغه كان هم قدروا انه يفصلون هذول الطلبه يقللوها. فالمدارس اللي موجودة أغلبها بنى التحتية اللي موجودة بها قديمة، محتاجة إعادة تأهيل، محتاجة العفو حمامات نظيفة حلوة. أتفق. للطالب شوية. أتفق. هاي المواضيع نقدر نقول شوية تكون أفضل. نبلش بيها وبعدين نبلش بالموضوع اللي هو الصحة النفسية والطالب محتاج إلى نفسية. إذا هم 4 قاعدين، إحنا واقعين نتحدث 4 برحلة. أتفق. يعني. شلون تكون نفسية الطالب؟ زين، السؤال أنا راح أحوله إليك. تفضلي.
أنت تفضل أنه يبقى الحال على ما هو عليه، والطفل يعني أفق أنا أسميهم أطفال زين. يعني يوصل للسادس أو يطب للكلية وهو مشتت ما يعرف شو يختار بحياته أو ما يعرف شلون يتعامل أو ما عنده مهارات تواصل أو ما عنده مهارات قراءة الآخر اللي هي يسموها الذكاء العاطفي أو ما يعرف يسوي يتعامل والله شنو أنا محتاجة مدارس وما عندي مكان حمامات طبعاً محتاجين مدارس لا اسمح لي هو أنا سؤالي إلك أنا اللي أسأل أنا اللي أسأل اسمحي لي أنا اللي وجهت السؤال إلك حتى أنه المشاهد يعرف هسه المشاهد يعني الأهالي موجودين يتابعون الفكرة. يقولون والله إحنا طلب يعني أبنائنا قاعدين أربعة برحلة واحدة إحنا نتحدث عن يعني هذه الأمور شوية نقدر نقول يعني تكون أولى إيه هي أعتقد رئاسة الوزراء وزارة التربية بهتمين وأكيد سمعت بالمشروع مال البناء وتطوير المدارس وكمدرسة راح تنبني حاليا بس طيب. إحنا فكرتي إنه دارة ندردش بهاي الموضوع لأن إحنا اليوم قاعدين كل واحد باختصاص بعد يعني أنت مختصة بالتربية صحيح. يوم يعني بس إحنا بنسولف وياك بنطرح الصورة الموجودة بس أنا أهتم بالجانب النفسي لأن اليوم المشاهد اللي يشوفنا بطريقة لا هو يتحدث إحنا نتحدث عن لسان مشاهد اليوم كنت ندردش وياك خلينا نرجع من نفس الموضوع حتى لا ناخذ إلى موضوع التربية ليش بالموضوع يمكن احمد حكى من واقع حال وانا يمكن عندي هواي اشياء لازم يكون مساعدنا احد من التربيه حتى يجاوبنا عليها بالضبط خلينا نتحدث عن موضوع اهم ومهم اليوم انا اتحدث عن مشروع هو كبير لكن اليوم نقدر ايضا نعلم الطفل كيفيه ممارسه الحريه وتنميه مفاهيم حقوق الانسان وايضا حتكون هذه من ضمن المناهج اللي رسخها لدى الطلاب المفروض احنا شوفي اكو حقيقه لازم تعرفينها أنت والأستاذ أيضاً حوالي 25% من الشعب العراقي موجود بالمدارس يعني 12 مليون طالب وطالبة هم موجودين فهذا الجزء من الشعب لازم واحد يهتم به لازم يبدي ينمي المفاهيم اللي قلتي عليها نعم يعني هاتكو حتكون موجودة من ضمن المفروض نعم. إحنا رفعنا كم من التوصيات نعم. وعن الشيء الحلو بالبرنامج احنا كتبنا ورقة فارغة قلنا لهم كتبوا شون تريدون تطورون هم المرشدين والمشرفين طيب احنا وعدنا دائما في كل مدرسة مرشد وش كان هو يعني انا اعرف هو المرشد يعالج المشكلة صح؟ صحيح يعني درس الثانوي وابتدائي بس ما شفت انه يعني بالفترات الاخيرة يمكن هو من ضمن صار الرياضة والفنية اللي بدأ ياخذ الدرس بالأسف هذا بالأسف هذا رح يرجع ايضا هو كمرشد هو هذه هي المشكلة من اهم التوصيات اللي رفعت ما خليتيني أكمل إنه رفع التوصيات تعاني يعني تقرأ المشاكل الحقيقية اللي أعاني من عندها المرشد التربوي اللي هو قبل كانت عنده مفعل. درس مخصص صح إله. موجود بينما هو هسه شنو ده يبحث عن شاغر حتى يقعد يشتغل إذا موجود الشاغر بينما المفروض يدخل أكو مثلا من المرشدين قلت لك كتبوا مقترحات المعوقات والمقترحات للتطوير وهذا إحنا رفعناها للجهات المعنية المفروض إن شاء الله يؤخذ بها فتنضاف ضمنها المناهج أكو ناس يقولون يعني واحدة من المشرفات قالت أنا أريدها تنضاف للتربية الأسرية والصحة النفسية وبالنسبة للابتدائية نضيفها للتربية الأخلاقية والصحة النفسية أكو مقترحات حلوة نعم مقترحات يعني حلوة بالأشياء ذكرها فبالتالي أنت من الطفل تشتغلين عليه بمفاهيم مثلا تقولي له الهندسة الاجتماعية مثلا تقولي له التعامل مع الضغط النفسي احنا بالعراق احنا فرحانين احنا نكبر واحنا فخورين انا محاضرتي اقولها شايليها كشارات فخر انا ضايج انا تعبان انا مضغوط بينما انت شو تتعامل معاها يقول لي اياها طيب. انت بالكبير ما تعرف بينما طيب. هي مفاهيم بالمفروض الابتدائيه يعني متوسطة اعداديه فتره المراهقه انت ما اخذ هذه المهارات يعني اليوم احنا مقبلين على صحه جيده لابنائنا التلاميذ طيب هل هناك معوقات واجهتوها خلال هذه الحمله؟ يعني معوقات صعوبات مثلا صعوبات لا لا نهائيا يعني اني احنا جدا سعيدين بالمستشاريه انه تكاتفت الجهود بين وزاره التربيه وبين رئاسة الوزراء والمستشاريه
لإنجاز هذا، وهي مثل ما قلت لكم هي نقطة شروع، وإن شاء الله مستمر البرنامج لحد ما يصل كل الطلاب إن شاء الله. طيب هذا حيكون في بغداد وجميع المحافظات؟ جميع المحافظات، لأنه احنا اشتغلنا على جميع المحافظات، وإن شاء الله هذا العام هو عام الإرشاد التربوي والصحة النفسية للطالب إن شاء الله. كلمة أخيرة توجهيها؟ والله الكلمة الأخيرة اللي أقدر أقولها، المجتمع محتاج تغيير ثقافة تبدأ من الطفل، وتبدأ من الطفل، تبدي من الإعلام، من حضراتكم، تبدي من أهمية الوعي والصحة النفسية، تبدي من أهمية أنه العلاقة الدور. طبعا أنا أكو نقطة أخيرة نسيت أقولها، تركيزنا الحالي بالمشروع الهدف الأساسي هو الاهتمام بمجلس الآباء، لأنه تبني علاقة صحية بين الأسرة وبين الطفل، بين والمدرسة، ونحل نقاط الخلل اللي موجودة هنا وهنا. تفعيل البطاقة المدرسية اللي كان تأخذ بيها وكانت طفل ممكن نتابع سلوكياته، الأمراض اللي يعاني من عندها النفسية الجسمية، تأثره بالعائلة، تأثره بوضع العائلة. هسه حاليا هذه البطاقة المدرسية مهملة. الهدف الأساسي إنه تفعيل هذه النقاط وبناء علاقة صحية نفسية بين الأسرة والمدرسة والطالب. شكرا لحضورك دكتورة، نورتينا وسعدتينا، وهذا الموضوع أيضا شيق، لكن احنا تحدثنا خارج هذا الموضوع لأنه تحدثنا بواقع بصراحة يخص التربية. نتمنى يكون واقع أفضل إن شاء الله. هذا حلمنا أكيد، أنه نشوف أبنائنا هم يعني واصلين إلى أعلى المراتب، وهم أيضا فخورين بنفسهم من خلال أكيد مدارسهم و أساتذتهم. شكرا شكرا للشرفتين. مشاهدينا الكرام، نروح وياكم